لصالح ممثلي أندلسية، مجموعة باء النور حرية ديال قنيطرة، وسبورتين أكادير 2-0 دائما لفائدة دوتي سبورت بوج، أكاديمية محمد السادس 0-3 لصالح أكاديمية محمد السادس، مجموعة أ الجولة الثانية سوريا سور ثم سوريا سور وسبورتين شفشاون 2-0 ودائما لفائدة سيريا. المجموعة باء ودائما كان الجولة الثانية النور مع اتحاد طنجة، النور انهزم بسيف 6-0 أمام اتحاد طنجة. وبالنسبة للجولة الثانية فيما يخص المجموعة السي بلاتيروس وفاق حجريا 4-0. بالنسبة كذلك للمجموعة دي والجولة الثانية دوتي سبورت بيج السودا دار البيضاء 3 دوتشي سبورت بلجيكا ثم 1 بالنسبة لجمعية بنسودا دار البيضاء شفشاون كذلك. أجاكس طنجة 1. والآن تجي مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة سي بملعب رقم 1 سبورتين أكادير أمام وفاق حجرية، والملعب الثاني تجري مباراة بين بيلوتيروس ونهضة طنجة.
وزير السبور بالملعب رقم 2 سيواجه أكاديمية القرب بطنجة دائما في إطار فعالية الجولة الأولى قبل الدخول إلى المراحل النهائية لدوري النسخة الخامرة القدم بطنجة. والمنظم دائما من طرف جمعية نهضة طنجة لكرة القدم تحت شعار الدبلوماسية الرياضية في خدمة القضايا الوطنية، وكذلك تعمل لملف مغرب 2026 ملف احتضان المغرب كأس العالم. ودائما لن ننسى أن نرحب بالضيوف الأطر ومرافقين وأباء، نرحب بكم دائما بدوري جمعية نهضة طنجة الدوري الدولي الذي نتابعه الجولة الثالثة عن المجموعة في نسخته الخامسة.